دلوقتي بقى هنتكلم ونسمع صوت شاب مصري اصيل طلع الحياه بسرعه الصاروخ. شفناه بيغني قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 مرات، يمكن كان اخرهم في افتتاح قصر المناره. بيعمل دلوقتي دور العندليب عبد الحليم حافظ في مسرحيه سيره الحب اللي بتتعرض دلوقتي على مسرح البالون. هو ضيفي العزيز المطرب احمد الامير. احمد اهلا بيك. اهلا بيك، منورنا في كلام بنات. ربنا يخليك. غنيت يمكن 3 مرات زي ما قلت قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي في اسماعيليه وفي القاهره، يمكن كان اخرهم قصر المناره، وهنتكلم عن ده بالتفصيل. لكن خليني اعرف بداياتك كانت امتى؟ لا هي بداياتي ودراستك وكده يعني. ماشي، بداياتي من فتره كبيره قوي في كليه التجاره جامعه عين شمس. تجاره مالكش علاقه بالغنى ولا الفن ولا اي حاجه خالص. يعني درست فتره كده دراسات حره عشان بس يعني ابقى فاهم الدنيا رايحه فين وجايه منين. اوكي، يبقى معاك شهاده يعني. اوكي. بس انا اصلا متخرج من تجاره عين شمس. دي كانت بداياتي في الغنى. تمام. يعني كنت بشارك في الحفله بتاعه الجامعه، المسابقات، الحمد لله كنت باخد مراكز. لحد بعد كده بفترة صغيرة طلعت، كان لسه قناة النيل اللي هي النايل لايف لسه. ما كانتش النايل لايف، كان اسمها النيل المنوعات. وكانت ده من زمان قوي، بس انت شكلك صغير جدا يا احمد. الحمد لله. وكانت رئيس القناة مدام سلمى الشماع. وايه؟ كانت رئيسة القناة مدام سلمى الشماع. طبعا الاعلامية الجميلة. ساعتها كانوا هم عاملين زي برنامج مسابقات في القناة وكده، ودخلت وكسبت. ده ايام الفترة بتاعت الفنان تامر حسني لما هو طلع ولا بعد كان؟ بعد تامر بسنتين. اوكي. تمام. بس ويعني مدام سلمى جت بقى كرمتنا في الجامعة وعملنا لنا حفلة كويسة وكرمناها، وبدأت من هنا بقى ابدأ اعافر شوية مع الموضوع لحد ما جت فترة كده كان حصل لي ظروف فريحت شوية. بعدت عن الغنى تماما. اللي هي فترة ثورة يناير. اوكي. حصل دروب وحاجات كده في شغلي، فبدأت يعني بعدت شوية صغيرين لحد ما رجعني عمرو مصطفى الملحن الكبير طبعا، وصديقي أحمد حسن رؤول الشاعر في تترات لراديو كبير موجود في مصر. انا اللي بغني التترات والفواصل بتاعت البرامج يعني. صوتك مميز جدا على فكره فيه. ربنا يكرمك يا رب. الحمد لله. اكتر حد كان واقف جنبك، كان بيدعمك، كان بيسندك، اكيد طبعا والاهلك يعني والدك ووالدتك، كانوا بيشجعوكوا ازاي؟ وخصوصا انت كمان قلت ان حصل فتره انت قعدت. ازاي هم قدروا ان هم يرجعوك ويشدوا بايدك تاني يعني؟ والله بصي، طبعا والدتي كتر خيرها هي اكتر حد بيدعمني يعني في الموضوع ده. والدي يعني كان متردد، بيقول لك لا بلاش تدخل المجال. زوجتي طبعا هي في ظهري على طول الحمد لله. يا جماعه زوجته ايه يا جماعه؟ ده شكلك صغير جدا يا احمد. الحمد لله. بجد بس ما شاء الله حاجه حلوه يعني. الحمد لله، ده كرم من عند ربنا يعني. بس بجد حقيقه ربنا اللي رجعني فعلا تاني صديقي زي ما قلت احمد حسن رؤول الشاعر واستاذ عمرو مصطفى. حلوه. دول اللي رجعوني يعني، هم دول كانوا البدايه ان انا ابدا ارجع تاني بقى وابدا اغني قدام الرئيس. عمرو مصطفى من الملحنين الكبار العظماء طبعا. يعني هو يمكن سنا مش كبير برضو قوي، لكن هو كبير مقابا وكبير طبعا في هذا المجال. ان هو برضو يبقى مؤمن بيك ويرجعك تاني، دي حاجه تتحط في السي في عندك. هو اثر يعني. بصراحه هو اثر في حياتي جدا 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 في الفتره دي، ويعني وليه الفضل، ليه الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى ان هو رجعني تاني. يعني هو اللي عمرو مصطفى رجعك ازاي يعني؟ مثلا عمل لك اغنيه، لحن لك اغنيه؟ هقول لحضرتك، هو رجعني بفكره ان هو اختارني ان انا اغني الفواصل بتاعه الراديو 90 90. تمام. دي كانت البدايه. بعد كده بدا عمرو يرشحني ان انا اغني قدام الرئيس. يعني هو اللي رشحني مؤتمر جامعه القاهره، وهو اللي رشحني افتتاح قصر المنار. لان الاغاني اللي انا غنيتها كانت الحان عمرو مصطفى وكلمات تامر حسين. تمام. فاهماني؟ فمن هنا بدات بقى فكره ان انا يعني بقى لي مع عمرو حوالي 6 سنين. انا مش عارف اشكره ازاي على اي حاجه بيعملها معايا. طيب هنرجع نتكلم على الملحن الكبير عمرو مصطفى وعن وقوفك قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي في اول حفله في مؤتمر الشباب في القاهره، لكن نطلع لفاصل. طب نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع المطرب الشاب احمد الامير، لكن بعد الفاصل.
يمكن كنا قبل الفاصل بنتكلم مع ضيفي العزيز المطرب احمد الامير عن يعني او انتهينا عن وقوفه قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب المقام كان في الاسماعيليه، يمكن دي كان اول مره يقف قدامه بس ما كانش بيغني لوحده. احمد اهلا بيك مره ثانيه. اهلا بيك. زي ما قلت ما كنتش اول لوحدك اول مره وانت بالزبط. بتغني قدام سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب في اسماعيليه، ده كان اول مره. دي كانت اول مره كنت بغني انا وفريقي العتيد لايف تيم. احنا عاملين فريق كده اسمه لايف تيم، انا ومجموعه من زمايلي عماد وكمال وعبد الله. كنا طلعنا برضه اول مره قدام الرئيس في مؤتمر اسماعيليه 4/2017 27/4 بالظبط 2017. ده عمره ما هيتنسي التاريخ ده. لا طبعا اكيد. احساسك وانت بتغني قدام الرئيس؟ لا احساس إيه؟ بص حضرتك هقول لحضرتك حاجه، هي الفكره انك الفكره وجود الرئيس كانك بتغني لمصر لان الرئيس طبعًا. بيمثل مصر تمام، بس اكيد كان في خوف في رهبه في مشاعر بتلخبط في فرح. لا هو اقول لحضرتك حاجه، هو الرئيس يعني حبوب برضه طبعا يعني هو شخصيه وكل حاجه، بس اول ما بفيت اول الطله دي اللي هو لما يتحط لك انت تلاقي الدنيا معاكي فكت خالص. تعاملت معاه بشكل مباشر ولا بس غنيت وخلاص ورحت؟ لا رجعت تاني باك ستيج؟ لا غنيت ومشيت. تاني مره بقى كان في القاهره. تاني مره؟ لا تاني مره كان افتتاح قصر المنار. اوكي. كنت لوحدك بقى؟ خالص. ايه بقى؟ فلا افتتاح قصر المنار ده بقى كان قصه. هي الفكره جت منين؟ هما كنت انا شغال مع عمرو في المكتب، فكان في فكره ان دلوقتي افتتاح قصر المنار فاحنا لازم نعمل حاجه جديده. تمام؟ طيب يا جماعه مين اللي يغني الحاجه الجديده؟ احمد الامير والله طبعا بقى. اكيد. هي قعدت تلف يعني انا والله ما كان في بالي خالص، يعني ما كنتش حاطط الموضوع في بالي، انا كنت حاضر الاغنيه من اول ما اتكتبت لحد ما اتوزعت لحد ما ومش خلاص. عارف ان انت اللي هتغنيها خالص. مش عارف ان انا اللي هغني. اوكي. لحد ما في مره لقيت عمرو بيكلمني يقول لي احمد تعالى عايزك، قلت له بس في ايه؟ قال لي بس تعالى. فلما رحت له قال لي بص انت هتغني الاغنيه بتاعت افتح قصر المناره قدام الرئيس، انا ما بقتش مصدق. يعني عارفه بقى اللي هو ايه؟ هغني تاني واشوف الرئيس تاني بقى، وفكره انك كمان بتفتح مكان جديد خالص. والمكان هيبقى صرح وانت تشارك في الموضوع ده، دي حاجه كويسه جدا. فالفرحه بقى ما كانتش ساعاني لما انا ما صدقتش الا لما لقيت نفسي واقف على الاستيج وبغني. بس اكيد كان احساس مختلف ان انت كمان واقف لوحدك خالص طبعا، مفيش حد معاك طبعا. طيب ويمكن ثالث مره كان في القاهره الطبع. في جامعه القاهره. طيب خلينا ننتقل بقى لنقطه تانية وكلمه سعد رضا. غنيت اغنيتين بالظبط صح كده؟ برضو مين اللي اختارك في الفيلم ده؟ وطبعا عايزه ابارك لكل ابطال الفيلم، صديق العزيز طارق صبري، صديقتي العزيزه دينا فؤاد، يعني المخرج هاني حمدي، بجد انا ببارك لكم. وانا ما دخلتش زي ما قلت الفيلم بس انا سامعه ردود الافعال للفيلم بجد حلو قوي. بس أو. لازم تدخل فيلم مختلف. اكيد دخلته طبعا. فيلم مختلف جدا، فيلم رجعني انا لزمان، رجعني للحاجات بتاعت زمان، الكوميديا وتضحك بس هتحس انك عايش حياه، يعني زي ما هتضحك زي ما هتعيط زي ما هتنبسط. هتعيش قصه. طيب ما تيجي نسمع حاجه من ساعه رضا. هتسمعونا ايه يا جماعه؟ محضرين ايه؟ تعمل فيا. ماشي يلا بينا. دي كلمات احمد حسن راؤول والحاني وتوزيع هاني كمال. هايل. يلا بينا. يلا. حلوه قوي. يعني في الايربيس قالوا لي ايه الحزن، يعني قاعده بجد مستمتعه بالاغنيه، كلمات والحان حلوه قوي قوي قوي. دي كلماتك؟ دي كلمات احمد حسن راؤول. اوكي. والحاني حيل وتوزيع هاني كمال. بجد انا بحييكوا بجد حلوه قوي. انت عملت اغنيه ثانيه متهيألي في ساعه رضا. اغنيه التتر بقى. التتر. كنت يعني متوقع ان هم لان هم نجحوا، كنت متوقع ان الاغنيتين دول فعلا ينجحوا ويعملوا ردود افعال كده؟ والله كنت خايف. كنت خايف. هقول لك حاجه، هو الفكره كلها جت من اصلا هاني حمدي مخرج الفيلم ده عشره عمر. فكنت قاعد معاه في مره فبيقول لي بقول لك يا احمد انا بعمل فيلم دلوقتي، الكلام ده بقى من السنه اللي فاتت على فكره، الفيلم بقى له يعني قعد فتره كبيره جدا بتصور. تمام. فقلت له خلاص ماشي، طب قول لي الفكره وانا هعمل لك الاغنيه. هي كانت اغنيه واحده المفروض. فقال لي خلاص، فقال لي الفكره. فالمهم عملت له ضعف اللي هي ضعفي معاك، كان اسمها ضعفي معاك بقى دلوقتي اسمها بتعمل فيا. اوكي. فانا حافظ الاسم القديم اللي هي. ده مين اللي غير الاسم، انت ولا هم؟ هاني اللي غيره. هاني. اوكي. وفاجئني وانا ما كنتش اعرف، هو لقيته منزلها على الـ على الـ على الـ على النت السوشيال ميديا بتعمل فيا، فاللي هو انا مش فاهم. قلت له خلاص مش مشكله زي ما انت اخترت يعني. اوكي. فعملنا دي فعجبته جدا.
وخلاص وخلصناها وتمام، وهو خلاص الاغنيه كونفيرم والدنيا تمام. قال لي طب بقول لك يا احمد، ما تعمل اغنيه تانية للتتر. قلت له حاضر، بس الفكره الاغنيه التانية هي الفيلم. يعني الاغنيه التانية هي الـ الـ الفكره بتاعت الفيلم. نفس فكرتها برضو الهدوء، لا دي ولا قصه تانية خالص بقى. مكسره الدنيا لا اللي دي هو قصه تانية خالص. مقسوم كده. لا هي هاوس. هاوس. اوكي، موضوع تاني يعني، فكرة تانية حاجة مختلفة. بس هي برضو كلمات أحمد حسن راؤول وألحاني، بس دي توزيع أحمد فيدو، حد اوكي. مختلف. بس هي الأغنية دي للأسف ما خدتش حظها زي بتعمل فيا. ايه سبب فكرك يعني؟ إن بتعمل فيا كانت جوه الفيلم تمام فاتشافت اكتر او بالظبط اتسمعت اكتر يعني. بالظبط، إنما الأغنية اللي في التتر دايما بتبقى مظلومة، بس إن شاء الله قريب هتبقى فيها مفاجأة ما لهم يعني. بتفكرش تنزلها انت؟ أنا هعمل كده، بس هيبقى نزولها بمفاجأة. هتصورها كليب؟ مش هيبقى كليب بمعنى اللي هو كليب اللي انا موجود بقى وبغني والكلام ده، هيبقى فكره بقى. فكرة. طب ما تغششنا كده، اي حاجة اي حاجة كده يعني. هقول لحضرتك، هي هتبقى كليب بس كرتون. ايه؟ كرتون. كرتون. تصدق تبقى حلوة. يعني انا هعمل يعني كان فكرت في الموضوع ان انا هعمل الاغنيه وكل حاجه، بس هتبقى فكره الكليب كرتون. يعني ممكن مثلا الكرتون يبقى انا بصورتي ممكن. تمام، وبقيه الشخصيات برضو موجودين بصور شخصيات حقيقيه، بس كلهم كرتون، مفيش حد فيهم او طالع ممكن كده. تعملهم كرتون بابطال الفيلم. والله لو وافقوا انا مفيش مشكله. هو لازم يوافقوا. لا بالظبط. اكيد متهيألي، اصل كان العمل ده بجد كانوا كلهم يعني. انا يمكن دينا عارفاها على المستوى الشخصي، طارق عارفاها على المستوى طبعا. الشخصي، هاني يعني ما تشرفتش بيه يعني، بس في تواصل ما بيني وما بينه على السوشيال ميديا. كلهم ناس محترمين جدا وبيحبوا نجاح اي حاجه يعني. جدا. متهيألي لو عرضت عليهم مش هيقولوا لا يعني. انا بيتهيالي ان انا فاجئت هاني اصلا دلوقتي، لان انا لسه ما عرضتش عليه الفكره. هو الفكره انا عندي، انا طب يا رب هاني يكون بيتفرج علينا لا دلوقتي. بيتفرج باذن الله. هو الفكره ان انا عايز اعمل حاجه مختلفه تمام. انا نفسي جدا ان ابطال الفيلم يبقى هم اللي موجودين في الكليب، او انا موجود بغني بالكرتون معاهم. بس بحكي القصه اللي قصة. حصلت. فاهم قصدي ازاي؟ يعني انا شايف خلاص ان ده احنا ممكن بنستأذن من حلو. هاني ومن كل ابطال العمل، يا ريت يعني بجد هتبقى فكرة حلوة جدا. بإذن الله. نروح لأغنية تانية، وأغنيتك بقى انت الشخصية تحت الشباك. ايه بقى ايه تحت الشباك؟ تحت الشباك دي أغنية بقى لها معايا 12 سنة. 12 سنة عملتها ومخلصها ولا واتوزعت بدل التوزيع 10 لحد ايه؟ ما وصلنا للشكل اللي موجود طب ما دلوقتي. تيجي نسمع الشكل الموجود دلوقتي. يلا بينا. حلوه جدا جدا جدا. يا ربنا الحانك برضو يخليك. الاغنيه دي. وكلمات احمد حسن راؤول برضه. انت في واضح ان انت في هم يعني، انت يعني عاملين كرو مع بعض يعني. بالظبط بالظبط. اخيرا الجديد عندك ايه؟ الجديد اللي موجود حاليا طبعا احنا سمعناها دلوقتي، دي المفروض هتبقى مرحله بعد الاغنيه بتاعت الفيلم الثانيه. اوكي، والموجود اللي هي تحت حاليا الشباك. بالظبط، وهتصورها كليب. اوكي، بس هيبقى بعد مرحله شويه. متقدمه شويه. وانا دلوقتي بشارك في مسرحيه سيره حب اخراج دكتور عادل عبده، ده وبلعب دور دور العندليب عبد الاصلي العال. بتاع فتحي محمد. مبسوطه بيك جدا ميرسي، والله، ربنا حاجه يخليك. حلوه جدا. ربنا يخليك. عندنا هو شباب مصري صوتهم عندهم، عندهم طاقه حلوه جدا. ربنا يخليك. قعدت شويه لكن رجعت، وان شاء الله ترجع كمان بقوه كبيره جدا. بإذن الله. طبعا معلش البرد وعليكم يعني. السلام عليكم. الله يسلمك. سلام. المطرب احمد الامير، بشكرك، نورتنا وشرفتنا في كلام البنات. ميرسي، ربنا يخليك، ميرسي تشرفت جدا. بيك. ميرسي. طيب زي ما انتم عارفين عندنا كلام كتير جدا. هنطلع لفاصل، بعد الفاصل هل الزوج هيتحبس 6 شهور لو اتجوز على مراته من غير ما يقول لها؟ هنعرف بعد الفاصل.